هو ما كانش بس في جزء من تيمة عالم عيال عيال، لكن في كمان جزء من تيمة مراتي مدير عام، مختلفة جدا عن الأفلام اللي كلنا بنعتز بيها وبنحبها وبنحترمها. الجزء التاني فيه كلام كتير هيسمع مع حتة ولو صغيرة مع كل حد فينا. الحمد لله الجزء الأول لما تعرض كانت ردود الأفعال حلوة جدا، ويمكن لأنه نوع من الأعمال القريبة للقلب، جار قريب للقلب، بيلمس مشاكل كتير ليها علاقة بأسرنا وبالناس عموما من فئات عمرية مختلفة، ولأن الموضوع كان يحتمل دراما أكتر فبقى في جزء تاني. للحظة للأبطال عمل كلهم إن إحنا لأ، النجاح اللي اتحقق كبير جدا في الجزء الأولاني إن إحنا نقلق إن إحنا نعمل جزء تاني. بصي أنا أول ما أستاذ هاني كمال قال لي على الجزء التاني قلت له أنا في الجزء الأولاني كنت طالعة ضيفة خفيفة لطيفة يعني، فقلت له طب يا هاني خلينا نشوف يعني إيه اللي ممكن يحصل في الست دي في الجزء التاني، وعلى أساسه نقرر. شفنا قصة حب كانت مختلفة ما بينك وما بين مدحت صالح في الجزء الأولاني، إيه اللي هيبقى مختلف؟ هل هيبقى في جواز؟ هل هيبقى لسه برضو لسه في ناقر ونقير؟ يعني هتبقى مختلفة أكتر، ده اللي أقدر أوعدك بيه. المشكلة إن أنا لو قلتلك الحاجات اللي مسكني والمسجات اللي فرقت معايا والحاجات دي هبقى بحرقلك كتير من أحداث المسلسل، فخلينا الجزء الأول إحنا اتفرجنا عليه كلنا. الجزء الثاني من غير ما اديكي اي تفاصيل عن احداث او عن مشاكل مطروحه اقدر اقولك انه في كلام كتير هيسمع مع حته ولو صغيره مع كل حد فينا. بسمة ازاي شافت الجزء الاولاني وبيننا معاد لما حصل تشابه ما بينه وما بين فيلم عالم عيال عيال؟ بصي هي التيمات مش عيب ان احنا ناخد من تيمه معينه ونطور فيها بشكل مختلف او نخليها مواكبه اكتر للعصر اللي احنا فيه، مش تقليد للفيلم. وهو بالمناسبه هو ما كانش بس في جزء من تيمه عالم عيال عيال، لكن في كمان جزء من تيمه مراتي مدير عام، ومش عيب لانه الموضوع مش معمول انه احنا عاملين زي الفيلم، لا احنا واخدين خط صغير ومبني عليه حواديت تانية كتير ومختلفة جدا عن الأفلام اللي كلنا بنعتز بيها وبنحبها وبنحترمها وأثرت فينا كلنا. كل دور مكتوب بطريقة راوند، بطريقة ما هياش كاركترز فلات من أول، وده كان من الحاجات اللي حمستني السنة اللي فاتت إنه أنا كنت عاملة دور ضيفة هي بتظهر في بعض الحلقات، لكن الكاركتر كان كامل، ما كانش حاجة فلات، ما كانش حاجة ملهاش ملامح ولا ريحة ولا لون ولا طعم، عارفة ما بحبش الكاركترز دي. وهنا هاني متميز إنه بيخلي الكاركترز بني أدمي. في بسمة معاد كان ما بينها وما بين حد واتأخرت عليه أو غير لها مسار حياة؟ غير لي مسار حياتي مش فاكرة، انتي ده سؤال صعب قوي. انما وبيننا معاد، انا كان بيننا معاد النهاردة كانوا قايلين لي ستة بس انا للأسف كان عندي ارتباط قبل كده فجيت متأخرة. بصي هما متعلقين طبعا بالشخصيات اللي كاتبها هاني ومتعلقين كمان بالممثلين اللي قدوا الشخصيات دي، متعلقين بنادية وحسن، متعلقين برمزي ويحيى وفريدة، ومتعلقين بالولاد كلهم، طاهر وأروى وعلي وليلى وهند ومصطفى ونيلي، يعني متعلقين بيهم كلهم، متعلقين بيتهيألي بالعالم ده. يعني أنا كان السنة اللي فاتت كنت ببقى مبسوطة قوي لما حد بيوقفني ويقول لي، حد بيوقفني عادي ما معرفوش ويقعد يتكلم معايا في تفاصيل أحداث حلقات حتى في حاجات بعيدة عن الكاركتر اللي أنا مقدماه، ده مقياس لطيف جدا لمدى تعلق الناس بالدور بالعمل. بإذن الله في مسلسل مسار إجباري مع أحمد داش وعصام عمر والجميلة صابرين، إخراج أستاذة نادين خان وتأليف أستاذ باهر دويدار، وبس مش هقول أكتر من كده. ميرسي ميرسي.